مقر البطريركية يكرم جهودكم، جهود الجامعة لهذا الاهتمام بالتنقيب على هذا المكان الأثري ولأنها حادثة تاريخية. فهذا وسام البطريركية لحضرتك كرئيس الجامعة لاهتمامك ولجهودك وللتعاون، وإنه مع بعض بنحافظ على تراثنا وتاريخنا وحدتنا في هاي البلد الأرض المقدسة. وطبعا تعرف انتم بطريركية الروم الأرثوذكس هي مؤسسة القدس، صحيح، وهي الأساس في مدينة القدس، وانتم كجامعة القدس، فهذا شيء بربطنا تاريخيا وللمستقبل. بسيط ان شاء الله نحن بعد ما نخلص المشروع هاي نعمل شيء اعظم من هيك للجامعة ولحضرتكم، يعني هذا شرف عظيم لنا. يعني وطبعا لازم اقول لكم اقتراح من قبل رئيس تمانا وابن الأرض الفلسطيني أبونا إلياس جلاتيا، أول كل الاحترام، ألف شكر، هذا شرف حقيقة. مبروك يا دكتور، تستحق أكثر. شكرا جزيلا. طبعا الدكتور صلاح هو أساس المجهول، أساس المشروع الشغل كله، واللي من 3 سنين مع ونحن نطلب من ربنا دائما آيل اللي غير اللي عنده والحماس انه يدفع الناس بنفس الحماس، يعني بيستمر. صحيح، لانه هلا نحن شايفين كيف هو اتى كل حماس وكل وقت كمان بكل قلبه مضبوط كل جهود صح. احنا إلها ان شاء الله بنضل مستمرين عليها ان شاء الله من هالاحلى، لانه اليوم الدنيا بفكر بس عن المال. صحيح، المسألة ابعد بكثير من المال. ايوه، وهو اللي بيطلع بيحتام على روح شيء ثاني. نعم مضبوط. اللي بنسويه هو اهتمام الثقافه، هاي الهويه والانتماء للجميع. نعم، بقائنا ومستقبلنا. مبروك دكتور. شكرا. دكتور عماد شريدة، ابو كشك عماد أبو كشك، مدير جامعة القدس، رئيس يستخدم مصطلح رئيس الجامعة، رئيس جامعة أبو القدس في مدينة القدس. حاول ترجم للعربي تقريبا شوي. هذا ما نعطيكم كتاب للمكتبة للجامعة، تاريخ البطريركية بس باللغة اليونانية. بعيد ترجمته هلا بس تكون جاهزة الترجمة. بس على كل يكون الدكتور رائع. في ترجمة بالعربي وبالإنجليزي. نعم. وان شاء الله يعني نحن بنتبع ممكن نساعد مع بعض فيها. ايوه، بس هاي مهم جدا الكتاب، ليش هذا بسموه ريفرنس بوك، لانه هاي اللي هون هو كان عضو بالحوية الكتاب المقدس وهو درس في مدرسة اللاحوت المسلب. دار مسلب يعني لما كانت وكان معروف ومشهور. مظبوط، هو بعدين صار مدير. ايوه، ونحن انتم سمعتوا عن يوهانا ذهب الفرن كريسوستوموس، جون كريسوستوموس، ناس بيسموا كريسوستوموس ذهب الفرن لانه فرن هو كان كثير شاطر. الوعظات باللغة. باللغة يعني زي كيف بسموه، يمشي زي شلال المانيا، زي قريب. عشان هيك بسموه كريسوستوموس، يعني ذهبي الفم. مظبوط، هو نفسه واسمه كريسوستوموس كمان. وبعدين راح من هون على اليونان وطلبوا منه، كان مطران طبعا، وصار الجامعة. بروفيسور في جامعة أثينا للكورس التاريخ الكنيسي. وبعدين صار رئيس السقفة تبع كنيسة اليونان. هلا هو هون يعني مش بس التاريخ، يعني تاريخ الكنيسة البطريركية هون، تاريخ الفلسطين، تاريخ القدس. انت كيف؟ في كل شيء اللي مكتوب هون اصلي، يعني
يعني المصادر ريفرنس بوك للباحثين للباحثين يعني مهم يترجم حتى باليوناني باي لغه هذا مهم جدا للجامعة. طبعا الطلاب التاريخ والاثار قسم التاريخ جدا للمعرفه والعلم لطلبة الهندسة والفرصة سعيدة كمان واحنا المساهمة دايما مش بس وهي تبروة بسيط مننا كل الاحترام سنة كاملة للأفريقيا ان شاء الله هذه مفتح الصباح مفتح الباب يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتم تبروات من ان شاء الله تفضل بس إذا في وصل كمان عشان إحنا نسلمها المالية. طيب تعطيني إياها. طيب مش مشكلة. ناخذ صورة تذكارية. يا ريت. الإيكون الأصلية موجودة هون. قديمة. قبر في الجثمانية. في الجثمانية. جثمانية في نفس فاطمة. ايوه تحت وهذا فهذا كثير يعني طلع راحت اليونان وبرا الناس كثير يعني الحملات خاصه نعم نعم هلا خليكم اثنين معنا قلت لكم اثنين يعني ساكي